السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في منطقة يلنجك، جينا نصور شقة في المجمع هذا، في البناية هذه شقة 3 غرف، صار مساحتها 180 متر مربع. هذا المساحة اللي انتم شايفينها، عندنا ملاعب للأطفال، مواقف للسيارات، عندنا مساحات خضراء، إطلالة البحر من هنا باينة ما شاء الله تبارك الله. نبدأ نخش على المدخل ونصور لكم الشقة. نجي من هنا على المدخل، هذا مدخل البناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في الدور 7، جينا نصور شقة 3 غرف صالة، مساحتها 180 متر مربع. زي ما انتم ملاحظين شقتين في كل دور وسنسيرين. اول ما نخش الشقة 3 غرف صالة، مساحتها 180 متر مربع. الارضيات زي ما احنا ملاحظين سيراميك. مدخل الشقة، الأبواب التركية. أول ما نخش من باب الشقة نجي هنا على اليسار، المساحة اللي مساحة الصالة، بجوارها المطبخ. نصور لكم الصالة أولا، مساحة كبيرة وشرحة، لها واجهة أمامية على البحر. عندنا المساحة هذه مساحة البلكونة، في مخرج البلكونة أيضا من المطبخ ومن الصالة. هذه المساحة مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله. نجي هنا نشوف إطلالة البلكونة من الدور 7، ما شاء الله تبارك الله، إطلالة روعة جدا بانورامية على البحر. عندنا ساحل الشاطئ هنا، مكان للسباحة، إطلالة مباشرة على البحر. المنطقة مخدومة جدا بسوبر ماركت قدامنا هنا، وسوبر ماركت كلبة، مواقف للسيارات، مسبح، إضافة إلى ذلك صالة فتنس. المطار جدا قريب من الموقع، 5 دقائق، الميدان 10 دقائق. عندنا جواهر مول أمامنا تقريبا 3 دقائق، جواهر مول. منطقة يلنجك منطقة جدا راقية. بعد منطقة يلنجك يجينا منطقة يمرة، عندنا الطريق العام هذا المؤدي إلى أوزنقول، إطلالة ولا أروع. نكمل تصوير الشقة. بجوار الصالة عندنا المطبخ، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة ما شاء الله، في مخرج البلكونة أيضا من المطبخ. نكمل التصوير. عندنا هنا حمام أول وانتم بكرامة، مع المنطقة هذه منطقة نقدر نحط فيها مثلا غسالة الملابس. نكمل تصوير الشقة. نجي هنا على الغرفة الأولى، مساحتها جميلة وشرحة، مقابل الغرفة الأولى عندنا حمام رئيسي بمروش مع مغسلة وكلوزيت. نجي هنا الغرفة الثانية، لها بلكونة المجمع مخدوم بألعاب أطفال، مساحة
مساحات خضراء، مواقف للسيارات. عندنا الطريق هذه يؤدي إلى تكملة المجمع، بناية ثانية فيها مسبح وصالة فتنس. تحت المكان هذا، تحت المواقف السيارات والألعاب، في مواقف مغلقة للسيارات أيضا. عندنا هذه البلكونة، بلكونة خلفية لها مخرج من غرفة النوم الرئيسية من الغرفة هذه. عندنا تمديدات التكييف واصلة لكل غرفة. عندنا مخرج الطوارئ من هنا. طلعت الغرفة هذه من الخلف. نكمل تصوير الشقة. نجي هنا على غرفة النوم الرئيسية. هذه المساحة، مساحة غرفة النوم الرئيسية. لها حمام خاص فيها مع مروش وكلوزت. لها مخرج أيضا للبلكونة زي ما شرحنا قبل شوي. الشقة كلها مزودة بتمديدات التكييف والتدفئة المركزية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.